جانب آخر حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الاستقبال بمناسبة العرس الجماعي لأبناء البحارنة الذي أقيم عصر اليوم في فندق روتانا بارك في أبو ظبي. وتخلل حفل الاستقبال الذي حضره عدد من المسؤولين وجمع من المدعوين وأقاربه وأهل العروسان عروضا من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات الفنية